يا جماعة، النهاردة قررت أشارككم روتيني للمذاكرة، بما إن بقالي كتير قوي ما عملتش study with me وما تكلمتش معاكم عن طريقتي في تقسيم المذاكرة بتاعتي وإزاي بذاكر وبعمل إيه من أول ما أصحى من النوم عشان اليوم ده أذاكر فيه كتير قوي. فبما إن الدراسة خلاص بتنتهي وقربنا على الفاينل اللي هي امتحانات آخر السنة، لو كنت تالتة إعدادي أو أولى إعدادي أو أولى ثانوي فامتحاناتنا قربت. اول حاجه بعملها انا مجرد ما اصحى بعمل حاجه دافيه اشربها وبصلي الصبح وببدا ان انا اجهز المكتب بتاعي. طبعا عايز اقول لكم ان الاهم من المذاكره تظبيط المذاكره، يعني لازم تقعدي في مكان متروق، لازم تظبطي دماغك وتفضيها من اي ضغط او من اي تفكير سلبي في دماغك، لازم ما تكونش وراكي حاجه ولو وراكي حاجه خلصيها. حاولي على قد ما تقدري قبل ما تبدأي مذاكرة ان انت تكوني مصلية وتدعي ربنا وتقولي الأذكار بتاعت المذاكرة. حاولي تعملي تايمر او تحددي لنفسك وقت هتبدأي تذاكري فيه، لان ده بيفرق جدا جدا جدا. انا هنا عملت تايمر ساعتين ان انا اذاكر ساعة وبعد كده اخد بريك وبعد كده اذاكر ساعة تاني. طبعا عايز اقول لكم ان اهم حاجة عندي تظبيط الجداول اللي انا بذاكر فيها. طيب زي ما انت شايفين كده انا عاملة اكتر من 7 جداول، كل جدول في المواد بتاعتي، في الفصول بتاعتي، في الديتيلز بتاعت كل مادة. اعملي انت كمان كده، قومي دلوقتي هاتي ورقة وقلم معايا وابدأي حددي انت عندك كم مادة وعندك مذاكرة قد ايه، الحاجات اللي ذكرتيها وعايزة ترجعيها اكتبي ان انت محتاجة ترجعي المواد دي، او اكتبي ان انت محتاجة ترجعي الدروس دي، والمواد اللي لسه ما ذكرتيهاش خالص وما فتحتيهاش من اول السنة او حاسة ان انت مش شاطرة فيهم اكتبي وحددي هم ايه. بالنسبة للمواد اللي انت مذاكراها نص نص او مذاكرة جزء فيها ومحتاجة تكملي برضو حددي المواد دي، وابدأي قسمي جزء جزء من كل مادة، حتى لو هتذاكري صفحة واحدة في اليوم، المهم ان انت تبدأي. طيب هتقومي دلوقتي وهتجهزي كل الكلام اللي انا قلتلك عليه ده وهترجعي تاني. ودلوقتي بقى بعد ما تبدأي انك تقسمي الجدول بتاعك، اهم حاجة ان انتي ما تضغطيش نفسك، يعني ما تقعديش تقولي انا الامتحانات فاضل لها شهر او فاضل لها اسبوع او فاضل لها اسبوعين او ثلاثة ولازم اخلص. لا، ما تقعديش تفكري في الحاجات اللي متراكمة عليكي، ابدأي فكري في ان انتي هتبدأي من دلوقتي فهتلحقي. انا عايزة اقولك ان انا بدأت قبل امتحاناتي باسبوع وقدرت ان انا الخص مواد كتير قوي بسبب تقسيم المواد الصح. يعني لازم تبدأي تقسيم المواد بتاعتك من دلوقتي وتبدأي تشوفي انت محتاجة تذاكري ايه، محتاجة تركزي على ايه. حاولي دايما انك انت المادة اللي انت مذاكراها او تعرفي فيها حاجات تشوفي مواد تانية. يعني في بنات كتير قوي مثلا بتحب مادة معينة، مثلا بتحب الدراسات، بتحب العلوم، بتحب مادة مثلا علمية، مادة نظرية، ايا يكن المادة اللي هي بتحبها، بتقعد كل مرة لما بيجي لها نفس انها تذاكر نفس المادة وبالتالي بتهمل بقية المواد. لا، انت هتشوفي المادة اللي انت بتحبيها اللي انت مذاكراها وهتركنيها شوية الفترة دي، هتبدأي ان انت تركزي على المواد اللي انت ما تعرفيش عنها كتير او مش بتحبيها. ابدأي دوري على شروحات على اليوتيوب، بنات اليوتيوب حرفيا بقى فيه شرح لكل حاجة. لو انت في ثانوي او ابتدائي او اعدادي او جامعة هتلاقي كل حاجة، اكتبي اسم الدرس بتاعك ودوري، وساعتها هتلاقي كل المدرسين اللي ممكن يشرحولك الحاجة دي. دوري كويس قوي من مصادر وحاولي ان انت ما تضيعيش وقتك في الدروس الخصوصية وما تضيعيش وقتك في الكورسات اللي هي يعني بتبقى مثلا بعيدة عن بيتك او بتضيع من يومك وبتتعبك وفي الاخر مثلا بتحسي انك مش مستفادة. الحاجة اللي بعد كده وهي حاولي انك تكافئي نفسك على كل حاجة بتخلصيها حلوة. يعني مثلا لو حسيتي انك ذاكرتي جزء حلو او حسيتي انك انجزتي في المذاكرة او عملتي حاجة جديدة انت بقالك فترة مش بتعمليها، او مثلا قعدتي تذاكري مدة اطول من الطبيعي بتاعك، لازم تكافئي نفسك. مش معنى انك تكافئي نفسك يعني انت كده هتحتاجي انك تعملي لنفسك خروجة بقى وانك تدلعي نفسك في كل حاجة، لا، دلعي نفسك بحاجات بسيطة. يعني كافئي نفسك بأي حاجة انت عايزاها وابدأي انك تعمليها، او حاجة انت حرمة نفسك منها، ممكن تتفرجي مثلا على مسلسل، ممكن تتفرجي على حاجة بتحبيها، ممكن تمارسي هواية عندك، ممكن تقابلي صاحبتك،
حاولي على قد ما تقدري ما تضيعيش وقتك مع صحابك، يعني خلي حوار انك تقابليهم دي المكافأة بتاعتك، اللي هو بعد ما تكوني انجزتي اوريدي جزء كبير من مذاكرتك. حاولي دايما تبعدي عنك التليفون، ولو انتي من النوع اللي مش بتستحملي ده لازم تستحملي وتعودي نفسك على ده. طيب لو انتي بقى بتعرفي انك تتعاملي والتليفون جنبك وبتبدأي تمسكي نفسك وما ترديش على مكالمات ولا على مسجات، او بتعرفي تقفلي النت وتبعدي عن التليفون حتى لو كان جنبك، اعملي كده. طبعا زي ما انتم شايفين انا متعودة على الموضوع ده، فببقى سايبة التليفون جنبي مهما رن، مهما جت مسجات، مهما حصل اي حاجة، انا مش ببص فيه ومش بخليه يضيع لي من وقتي. طبعا انا مش حابة اضيع لكم وقت اكتر من كده في الفيديو، فهسيب لكم الفيديو صامت، مش هحط ميوزك عشان انا عارفة ان في بنات كتير قوي مش بتعرف تذاكر مع الميوزك، وهسيبكم معايا لغاية اخر الفيديو تشوفوني وانا بذاكر وتشوفوا التغيرات اللي بتحصل. وانا طبعا مش بحب اذاكر في مكان واحد، فهتلاقوني مرة بذاكر على الارض، مرة على المكتب، مرة على ترابيزة عادية، مرة تلاقوني طلعت من الاوضة اصلا، مرة هتلاقوني على السرير عادي جدا. بحب انوع في القعدات بتاعتي علشان ظهري ما يوجعنيش.